بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. وبداية يسرنا أن نهنئ أنفسنا ونهنئ محطة تيلي لومير بمناسبة العيد 30 لتأسيس المحطة والذكرى 19 لتأسيس فضائية نورسات وذكرى إطلاق مجموعة فضائياتها التي تتزامن مع الاحتفالات بعيد العنصرة. ويسر مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة ممثلاً بإدارته وفريق العمل أن يتقدم بخالص التهنئة وصادق التبريك لمجلس الإدارة الموقر وجميع العاملين في المحطة، سائلين الله العلي القدير أن تعاد هذه الذكرى وقد تعافت البشرية جمعاء من وباء فيروس كورونا. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعونا لأن نكون مستعدين لاستقبال كلمة الله وتنفيذها. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر تعليمات جديدة قبيل فتح الكنائس. زيارة رعوية للمطران خريستوفوروس إلى محافظة الكرك. وفيها أيضا رعية سيدة البشارة في بيت جالة تحتفل بعيد أحد العنصرة. أهلا بكم. دعا قداسة البابا فرانسيس المؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن نتعلم من النبي إبراهيم أن نصلي بإيمان وأن نسمع صوت الله ونسير معه وأن نكون على استعداد دائم لاستقبال كلمته وتنفيذها. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة إبراهيم في إطار تعليمي في موضوع الصلاة. قال قداسته: دعا الله إبراهيم أن يترك أرضه وعائلته وأن ينطلق في طريق مجهولة وإلى مستقبل جديد مقابل الوعد بأن نسله سيكون كثيرا مثل نجوم السماء. انطلق إبراهيم لأنه آمن بكلمة الله، وبهذا الانطلاق ولدت طريقة جديدة لإدراك العلاقة بين الله والناس، وأصبح إبراهيم رجل الكلمة. عند قراءة سفر التكوين نكتشف كيف عاش إبراهيم الصلاة في الأمانة المستمرة لكلمة الله. في قصة إبراهيم أصبح الله جزءاً من تاريخ البشرية وتبدل مفهومنا لله. لم يعد الله الإله البعيد، بل الإله الذي أعرفه أنا شخصياً والذي يقود خطواتي ولا يتخلى عني. هو إلهي في كل يوم من أيام حياتي، وهو رفيق مغامراتي، وهو العناية الإلهية ساهرة دائما علي. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: لنتعلم من إبراهيم أن نصلي بإيمان، أي أن نسمع صوت الله وأن نسير معه وأن ندخل في حوار معه وحتى أن نجادله، ولكن يجب أن نكون على استعداد دائم لاستقبال كلمته وتنفيذها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Abramo era un uomo di preghiera ed un amico di Dio che costruiva un altare al Signore ovunque si recasse. Nella sua preghiera era capace di discutere con Dio, restando però sempre fedele a Lui.
anche nella prova suprema quando Dio gli chiese di sacrificare il proprio figlio Isacco. Signore, vi benedica tutti, vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان إبراهيم رجل صلاة وصديق الله، فكان يقيم مذبحا للرب أينما ذهب. في صلاته كان قادرا أن يجادل الله، ولكنه بقي دائما أمينا له حتى في الاختبار الأسمى والأصعب، عندما طلب منه الله أن يضحي بابنه إسحاق. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. دعا مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في بيان له المؤمنين بضرورة التقيد قبل توجه المصلين إلى الكنائس بالتدابير الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الحكومة، وذلك بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين عند مدخل الكنيسة وتباعد المصلين عن بعضهم بعضا واقتصار الحضور بين 30 إلى 50 شخصا واستبدال تحية السلام أثناء الصلاة بالانحناء ولزوم كبار السن والأطفال والمرضى في المنزل. كما قرر المجلس أن لا تزيد مدة العظة عن 10 دقائق مع ضرورة إزالة السجاد وأغطية المقاعد من الكنائس. وتباحث المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان بأمور المراسيم المتعلقة بالأكاليل والعماميد والجنائز، ورفع توصية للحكومة بالسماح لإتمامها في الكنائس وإقامة القداس الإلهي أيام الجمعة كونها عطلة رسمية. هذا وكان لمكتب نورسات الأردن اتصال مع عدد من رؤساء الكنائس المحلية الذين أوضحوا الإجراءات الاحترازية لكل كنيسة قبيل توجه المصلين إلى الكنائس يوم الأحد 7 من الشهر الجاري. بلشنا في مقدمة للحديث سيدنا عن البيان الذي أصدرتموه من مجلس رؤساء كنائس الأردن بخصوص العودة إلى فتح الكنائس يوم الأحد، فوصلتنا اتصالات وتساؤلات طلبوا منا الأخوة أن نثيرها في البرنامج بخصوص الآلية للعودة إلى الكنائس، كيف راح تتم خاصة مع القوانين الدفاع اللي مصدرتها الحكومة بخصوص يوم الأحد، الزوجي والفردي، التباعد الاجتماعي إلى آخره. فسيدنا أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا وسعيدين فيك هذا النهار والميكروفون معك. وصلنا لهذا القرار حقيقة المفرح اللي كل الناس استنيناه، إنه فتح الكنائس. هاي تعزية كبيرة لإلنا، لأنه بنعرف ونحن حاسين قديش الظروف صعبة عمالها بتكون على المواطن، على أبنائنا الروحيين. نعم. وبالأخص إنهم دائما كانوا بنتظروا يفتح حضن الكنيسة اللي هو يستقبلهم حتى يكونوا بحضن يسوع. لا دكتورة، لازم يكون في التزام بقرار الحكومة، بقرار الدفاع، إنه فردي أو زوجي على حسب اليوم اللي راح يكون. بالتالي اللي بيكونوا قريبين من الكنيسة اللي بيجوا ماشي، الباقيين مش راح يتمكنوا من انهم يجوا، ولكن هذا الاشي بس راح يكون ان شاء الله يعني نحن عشان هيك طلبنا كمان في نفس البيان انه لكونه يوم الاحد نحن كمان في كتير من ابنائنا بيكونوا في اعمالهم. نعم. هلا المعه تصريح اكيد بيقدر يجي، ولكن الما معه تصريح مش راح يقدر انه يجي، ولكن هذا الموضوع ان شاء الله عن قريب يعني خلال انا بعتقد خلال اسبوعين بالكتير بمعونة ربنا، اذا مشينا كويس خلال هدول الاسبوعين في الكنائس راح يكون بفكر في عنا فتح كامل للكنائس، فبالتالي بقدر يكون قداديس اما يومية او على حسب الاعياد يعني، فبالتالي بيكون في عنا مرونة في العمل بيكون كتير افضل. نعم. فبتمكن كل ابنائنا انهم يجوا. سيدنا اعتدنا بالكنيسة اللاتينية بنشوف كانت المناولة العادية مش زي الدول الاجنبية، هل سنعتمد في الايام القادمة المناولة بالكنائس اللاتينية باليد؟ نعم رح نعتمدها لانه الظروف ستتطلب ذلك، لكن بنفس الوقت نحن نطلب من شبابنا ما يتداولوا هذا الموضوع بانتقادات لازعة على وسائل التواصل، سواء كنيسة أخذت إجراء بهذا الشكل أو بإجراء مختلف، احتراما لكل تقليد كنسي. كل واحد بيجيب قفازاته معه،
نو، فيش قفازات للقداس الأحد، ما في، ما في قفازات. تجيبها يجيبها بس مش مطلوب. كمامة، يتناول مش ما مش الكمامة مطلوبة. نعم. بس إذا بده يتناول ما بيكون لابس قفازات يعني. يعني إذا في قداسين في الرعية يوم الأحد يصيروا ثلاثة، وإذا في ثلاثة يصيروا أربعة. نعم. ويفتحوا القاعة المجاورة مع وضع تلفزيون أو شاشة وإمكانية التناول أثناء القداس في القاعة. نطلب تعقيم الأيدي عند الدخول، وضع كمامة، ونزع السجاجيد السجاد، لأن السجاد بيعمل بينقذ الوباء بسهولة. نعم. هذه الأمور الرئيسية اللي نطلبها. بنطلب كمان من الكاهن إنه ما يطولش في الكرزة، لأنه الناس، لأنه راح يصير في أربع قداديس، فلازم يكون إذن القداس أقل من ساعة أو ساعة على الأكثر. فإن شاء الله أول قداس حيكون الأحد الجاي عيد العنصرة، وهتكون الفرح مضاعفة زي ما سبق وقلت، والأمور هتترتب شوي بشوي. بس ما بنقدر نفتح كنائسنا لكل اللي بده يفوت يتفضل، وإلا يبقى ما عملناش إشي في الفترة الماضية. فطبعا كل الناس عرفت انه ما فيش حد هيقدر يفوت الكنيسة بدون الكمامة، ما فيش حد هيقدر يفوت صحن الكنيسة الا ما يعقم ايديه بالمطهرات اللي هتكون موجودة على ده. لازم بين متر ومتر ونص ومترين تباعد بين المصليين. في تساؤلات من اخوتنا على الصفحة عم بيحكوا إنه القداس نفس موعد قداس نهار الأحد المعتاد؟ لا طبعا، لأن الحظر بيبدأ يمسك من الساعة 8 صباحا. نعم 8. فالقداس يوم الأحد الجاي هيبقى من 8:30 ل10:30. من 8:30 نعم. واتفقنا زي ما كتبنا في البيان إن العظة راح تكون 10 دقائق فقط. اتفقنا في اجتماع رؤساء مجلس الكنائس انه هيضل المصليين لابسين الكمامة طول القداس. نعم. وكل بالنسبة لكنيستنا القبطية كل واحد هيجي هيلاقي فيه ستيكرز طبعة يعني على الكنبيات. نعم. وين يقعد بحيث نضمن مسافة التباعد الجسدي. نعم. ما فيش حدا هيقدر يجي يحضر القداس أو يفوت من باب الشارع أصلا إلا يكون قد سجل اسمه عبر هاتف الكنيسة. نخضع لتعليمات الحكومة، لأنه أكيد بالأساس تعليمات الحكومة هي بأول درجة. بعدين بيان مجلس الأساقفة راح كمان ناخده بعين الاعتبار. ففكرت أنا أعمل قداس نهار الأحد الساعة 11 والساعة 5 بعد الظهر. كل واحد بده يفوت على الكنيسة بده يكون حاطط كمامة. نعم. يجيبوا كمامات معهم، بدهم يعقموا اليدين قبل ما، ومع تعقيم اليدين. نعم. وبالكنيسة بده يكون في تباعد، على البنك حاطين بس 3 محلات. نعم. في مترين الواحد بعيد عن الآخر. نعم. وبدهم يلتزموا طول القداس بالكمامات. وقت المناولة بيقدروا يشيلوا الكمامة ليتناولوا. هلا بدي كمان نوه هون ببيان مجلس الأساقفة والبطرك الماروني بلبنان من أول الأزمة، إنه المناولة باليد ما مناولهم بالفم، مناولهم باليد. السلام هو بالانحناء مش بلمس اليد. فهودي بحب نوه فيهم كمان، لأنه بدنا يكفوا الإجراءات موجودين. الوضع هو احترازي، المناولة كالكنيسة، كل كنيسة بحسب طقسها وترتيباتها الداخلية بتكون بالترتيب مع الأسقف ومع الأباء الأجلاء، وهذا بيرجع لكل كنيسة كيف بتتم ترتيبها، ما بنقدر ندخل بتفاصيل هاي الأمور. في الواقع كنيسة الفادي جبل عمان احنا اضطرينا انه نلغي الخدمة المسائية يوم الأحد، لانه احنا عندنا الساعة 7 كانت، رجعناها للساعة 5، لكن الموظفين هم من المعنيين والعائلات الشابة وكلهم عاملين ما بيقدروش يوصلوا للكنيسة، فإحنا مبدئيا اضطرينا إلى إلغاء الخدمة المسائية، والخدمة الصباحية الساعة 9:30 صباحا قائمة إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا من بداية هذا الوباء
الجانحة كنا عملنا من دفء خدماتنا بالكامل، فرح نستمر في البث. رح تستمروا بالبث الأحد الجاي كمان للي ما بقدر يجي، خاصة كمان من سيدات عندهم أولاد يتركوهم بالبيت بقدروا يجوا. بتعرفوا يعني اللي عندهم أطفال، كبار السن، المرضى، وبس هذا يعني كمان هذا ممكن إشي مهم جدا، إنه إحنا كقساوسة وأباء أجلاء إحنا ممكن المريض وكبار السن والأطفال ما يقدروا يوصلوا للكنيسة، فإحنا مستعدين لمين بيرغب إنه نروح نناولهم ونصلي معهم في البيوت. بالحقيقة عدنا بالكنيسة، نحن أنا قبل شوي كنت بالكنيسة مع بعض أعضاء الجمعية والمجلس اللي معانا بالكنيسة. نعم. فرتبنا مقاعد جلوس المقاعد على هذا الأساس، حاولنا نحط بين شخص وشخص مؤمن ومؤمن تقريبا متر ونص، وحطينا علامة يعني عدم الجلوس هنا، وإن شاء الله يكون معنا الكشاف السرياني حتى ينظم العملية بالتعاون مع أعضاء الجمعية، يعني النشاطات كلها إن شاء الله بتكون يعني لغرض أنه ربنا أولا يحمينا، ولغرض أنه الوقاية حتى نستطيع أنه بقوة الرب نستطيع أنه كلتنا نتجاوز هالمرحلة الصعبة. حقيقة هو القداديس هي كانت قبل أزمة كورونا الساعة 9 الصبح، لكن راح نسوي القداس الساعة 10 الصبح. 10 صباحا إن شاء الله، 10 صباحا. نعم. ونحاول يعني الأمور التنظيمية، وراح نكتب أيضا إرشادات داخلية لجماعة الكنيسة المؤمنين. نعم. بالتقيد بها، من ضمن مثلا المؤمنات الشماتات يلبسوا الإيشارب كان ياخذوه من الكنيسة من داخل الكنيسة. نعم. فهذا ممكن يسبب عدوى. نعم. فممكن كل واحد يجيبه من البيت مثلا معها. نعم. ترك مسافة أثناء المناولة. نعم. يعني هيك أمور إن شاء الله إن شاء الله رتبها مع بعض. بالحقيقة صعب راح يكون قداس ثاني، لأنه حسب عقيدة الكنيسة عندنا إذا تم قداس ثاني لازم يكون كاهن ثاني في نفس اليوم، أقصد الأحد. نعم. يكون كاهن ثاني ويكون على مذبح ثاني. فيمكن يكون صعب كثير أنه نحن راح نلتزم حاليا على الأقل الأسبوعين هذه في قداس يوم الأحد فقط. نعم. لكن ننبه المؤمنين أنه يعني دون العشر سنوات يفضل أنه يكونوا بالبيت، الكبار بالسن، المرضى. نعم. يعني بالنسبة نحن عندنا مهجرين عراقيين أيضا يحضرون أكيد الكنيسة، نحاول نحافظ على أنه من كل منطقة ممكن باص يطلع. نعم. حتى نطيق نحافظ على هذا التوازن. نعم. بعد هالفترة الطويلة فرحة، أكيد فرحة أنه نعود لكنائسنا، لأبنية الكنائس، لأنه حتى بقول الكتاب المقدس هو ذا ما أجمل وما أحسن أن يسكن الإخوة معا. نعم. لأن هناك أمر الرب بالبركة. نعم. طبعا الخدمة بالكنيسة بالنسبة لنا نحن كنا بنعمل الساعة 7، مش رح نقدر نعمل الساعة 7، عم نفكر نعمل الساعة 5 المساء. نعم. نعم. بس رح نرجع ونأكد كمان على الأوقات، لأنه عمالنا نتدارس بالمسافات، وهل ممكن يكون يعني مناسب للجميع. نعم. مهمة لوجودنا للكنيسة، لكل واحد بيجي الكل لازم يكون ملتزم بالتعليمات، لازم كل موجود معه الكمامة، اللي راح يكون في عنا على الباب تعقيمنا الإيدين. هلأ عمالنا نحن منحضر بالكنيسة بنفس المبنى، من بعد بالمقاعد بين بعض، شلنا السجاد من الكنيسة، حتى الكتب شلناها حتى يكون في عنا بس ورقة واحدة للجميع اللي يستخدمها، تكون فيها كل الرسالة وكل الخدمة حتى يقدروا يستخدموها، ما يضلوا مش يتنقلوا بين الكتب. نعم.
لازم كل شخص بده يجي على الكنيسة لازم يرتدي كمامة. نعم. وكل شخص هذا أهم شيء. بعدين بده يصير قدام الباب تعقيم عشان الإيدين لما بفوتوا جوات الكنيسة. نعم. وحسب التعليمات اللي نحن اتفقنا مع بعض أهم شيء إنه نحن نبوس كيبلو نبوس الإنجيل ونأخذ الأربان. كل كنيسة بده يلتزم حسب القوانين الكنيسة تبعه وبده ياخذ الإجراءات الوقائية حسب الكنيسة حسب التقاليد الكنيسة. نعم. والشغل الثالث أهم شيء نحن هلأ شلنا كل السجادات من الكنيسة والغطاء اللي فيه على الكراسي نحن شلناه وهلأ حطنا كل على كل كرسي ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص بدي يعدوا إنه متر ونص أو مترين بيصير بعودة واحد من تاني وكل شخص وين بدي يعد عملنا إشارة إنه يعدوا وين هن لازم يعدوا. نعم. وبعدين وين محل الهيكل جوات الهيكل تقريبا مترين من الهيكل ما فيش ناس انه يقدر يتقدموا الشخص يلي بده يتناول بعد القداس بخلص القداس كل شخص لحاله بيجي بيتناول القداس لانه يصير كل شيء بالتعكيم انه المرض لا سمح الله انه ما ينتشر او شيء. بمناسبة العيد الثلاثين لتأسيس محطة تيليلومير والذكرى التاسعة عشرة لتأسيس فضائية نورسات هنأ رؤساء الكنائس المحلية مكتب نورسات الأردن من خلال رسائل صوتية ومكتوبة بذكرى إطلاق مجموعة فضائيات نورسات في لبنان وأيضا إطلاق فضائية نورسات بالإنجليزي متمنين لكافة العاملين في هذه القنوات دوام التقدم والتوفيق حيث تتزامن هذه الذكرى مع الاحتفالات بعيد العنصرة. دعينا الله تعالى أن يزيل هذا الوباء من العالم وأن يحفظه من كل شر. بدي أهني تلفزيون تلمير لأنه صلكم 30 سنة بعمل مميز. أنتوا نور سات عمالكم بتعملوا عمل ريادي في العالم كله في نشر الكلمة. فبتمنى لكم عيد مبارك. إنجازات فوق إنجازات ربنا يباركها ويعطيكم الصحة والقوة حتى تستمروا وكمان تمنياتي ومباركتي لمدير المؤسسة السيد جاك كمان تأسيس تيليلومير اللي أصبحت نورسات قبل 30 عاما هو حدث تاريخي على مستوى الشرق الأوسط أصبح للكنيسة فضائية تعبر عن صوتها خلال هذه الفترة تيليلومير ونورسات نقلوا للعالم كله كلمة الله رسالة الإنجيل رسالة المحبة وهذه القناة الفضائية على غرار الفضائيات الأخرى المسيحية أبدعت في فترة الصوم الأخير وفترة الأسبوع المقدس والزمن الفصحي لأنها نقلت الاحتفالات إلى البيوت فبينما أغلقت الكنائس بسبب الجائحة حولت نورسات كل بيت إلى كنيسة وعلى ذلك ولذلك نشكر نورسات للجهد التي قامت به وباسم كل المؤمنين أشكر تيليلومير وفضائية نورسات وأتمنى لها دوام الاستمرارية مبروك كل عام وانتم بخير نتقدم بأسمى التبريكات وأرق التهاني إلى تلفزيون تيليلومير بمناسبة الذكرى 30 لانطلاقه وأيضا إلى فضائية نورسات بمناسبة الذكرى 19 لانطلاقها هذه الفضائية التي على مدار هذه السنوات أثبتت أنها نور يشع إلى كل العالم إذ من خلال كل النشاطات والقداديس التي تنقلها عبر هذه الفضائية كلنا وجميعنا الرب أعطانا أن نتعرف على النشاطات الروحية في كافة بلدان العالم وبالحقيقة نحن في الأردن محظوظين وممتنين جدا من مكتب فضائية نورسات الأردن بشخص مديره الدكتورة باسمة السمعان وكافة الموظفين والعاملين معنا
إذ أنهم لا يألوا جهدا أن يتواصلوا مع كل الكنائس هنا. جميعنا نحن نقدر ونثمن فضائية نورسات، ونصلي إلى الرب الإله أن يمنحهم دائما حياة مباركة، صحة وعافية، نجاحا وتألقا مستمرا، وأن يبارك الرب دائما وأبدا في هذه الفضائية، وإلى مزيد من النجاح والتقدم، وكل عام وأنتم بألف خير. في زيارة رعوية خلال ظروف الحظر التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، قام سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بزيارة لمحافظة الكرك، استهلها بإقامة خدمة قداس الإله في كنيسة القديس جورجيوس وسط مدينة الكرك. إلى التفاصيل. في زيارة رعوية هي الأولى من نوعها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، قام سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بزيارة لمحافظة الكرك. رافق سيادته قدس الأرشمندريت فيندكتوس كيال الوكيل البطريركي في شمال الأردن، والشمامسة صفرونيس حنا، وساب الحوراني، ومعالي وزير الأشغال السابق سامي الهلسي، حيث كان في الاستقبال هناك قدس الإيكونوموس أنطونيس مدانات، والإيكونوموس قسطنطين هلسي، والإيكونوموس يوحنا حماتي. وقد استهل سيادته الزيارة بإقامة خدمة قداس أحد أباء القديسين المجتمعين في نيقيا من كنيسة القديس جورجيوس الكرك. وأشار سيادة المطران في كلمة ألقاها في نهاية القداس إلى أن كنيستنا المقدسة رتبت أن تضع الأحد الأول بعد عيد الصعود أحد أباء القديسين المجتمعين في نيقيا، لتؤكد على خطورة البدع والهرطقات أن تدخل جسد الكنيسة ويبقى خالي منها، مؤكدا سيادته إلى أن أحد أباء القديسين 318 هو بمثابة تذكيرنا على مسؤولية وقوفنا أمام المنبر الإلهي لكي ندان. فعلينا أولا أن نحفظ أنفسنا بالتوبة، وثانيا بحسن العبادة وبأرثوذكسية الرأي، حتى نحفظ أنفسنا من أي لوم أو أي شائبة. وأكد سيادته إلى أنه خلال هذه الأزمنة الصعبة علينا أن نتمسك أكثر بكنيستنا وإيماننا لكي نجاهد جهاد الإيمان الحسن الذي يبقينا في بر الأمان، لأنه أي شائبة في العقيدة وفي الإيمان اللي بيمس إيماننا بتشوه وبتصير علاقتنا فيها خلل، بالتالي ما بنقدر ولا نلتقي في ذاتنا ولا بالقريب ولا بالله. فقط من خلال إيمان صحيح وحياة روحية سليمة اللي نابعة من عقيدة سليمة بنقدر إنه نلتقي مع الله، لأنه الله هو الحق، هو النور، هو الحياة والقيامة. عنا نور واحد، نحن حياة واحدة، عنا قيامة واحدة، هو المسيح إلهنا المتجسد وما كشف. في السماء لم ينزل أحد من السماء إلا الذي نزل من السماء، يسوع المسيح هو اللي خبر. ونحن هون اتعلمنا والكنيسة اتعلمت وحافظت على هذا الإيمان ووضعته في قوالب إيمانية عقائدية، وحافظت عليه طيلة 20-21 قرن من الزمن. مسؤوليتنا أبنائي إنه نحن كمان نحافظ على إيماننا الأرثوذكسي، ما نقدر ولا نسمح إنه يمسوا أي شائبة، وما نتشوش من كتير أمور، لأنه نحن في زمن التشويش، وبالأخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتحاول كتير مرات تشوش ذهن الإنسان، تشوش قلبه، تشوش إيمانه، وبالتالي تخليه إنه يبلش يفكر بالأمور من طرق عديدة اللي نحن دائماً بالإيمان منبحث ومنكتشف الحقيقة الموجودة في الكنيسة، في كنيستنا المقدسة، من خلال عيشنا حياة توبة، من خلال حياة صلاة، من خلال حياة نقية اللي منقدمها لربنا، اللي هي بتعطينا جناحين حتى نطير للسماء، وبالتالي نقدر إنه نعيش
إيماننا المستقيم الرأي. بدوره أكد سيادته على ضرورة التزام المؤمنين بكافة الإجراءات المتبعة التي تحفظ سلامة الجميع بعد صدور قرار فتح الكنائس أمام أبنائها المؤمنين، متمنيا سيادته أن نحافظ جميعا على هذا الإنجاز ولا نضيع تعب من أوصلنا إليه. نرجو منكم أبنائي أنكم إن نلتزم بهذا الشيء، كل ما التزمتوا رح تساعدوا الدولة إن نبقى بهذا النجاح والإنجاز اللي وصلنا له، وبالتالي هذا رح يساعدنا حتى كنائسنا تفتح أكثر وأسرع بأعداد أكبر من أبنائها، وبالتالي نكون كلنا مع بعضنا البعض، لأن نحن بشوق إن نلتقي فيكم في الكنائس، لأنه حقيقة قلبنا بدمع لما منشوف كنائسنا فاضية، ولكن وإن كانت فاضية أنتم موجودين معنا لأنكم موجودين في قلوبنا في ضمائرنا، وأنتم حاضرين معنا دائما في صلاتنا ومرفوعين أمام المنبر الإلهي. أبنائي، الأحد القادم بيكون عندنا أحد العنصرة، حلول الروح القدس على التلاميذ في اليوم 50، عيد عظيم في الكنيسة من أكبر أعياد الكنيسة، والحمد لله رح يكون اليوم الأول عيد العنصرة اللي فيه رح تفتح الكنائس. ربنا يبارك هاي المسيرة، يحمي وطننا العالم ويحمي البشرية بأكملها من الوباء ومن كل الأعداء والأمراض المنظورين وغير المنظورين. وعقب خدمة القداس اجتمع سيادته مع آباء المحافظة وناقشوا أمورا عديدة تخص منطقة الجنوب ورعيتها ووضع خطة عمل خلال مرحلة ما بعد وباء كورونا ونتائجه، كما أكد سيادته بضرورة وأهمية مشاركة لجان الرعاية في الجنوب بدورات المطرانية التي تقيمها وتفعيل دور لجان الرعاية في كافة محافظات المملكة. وفي الختام شكر الآباء الأجلاء سيادة المطران خريستوفورس على زيارته الرعوية التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسين وتطوير العمل الروحي والرعوي في المحافظة. رئيس سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم. على رجاء القيامة والحياة الأبدية، نعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ممثلة بصاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن وأعضاء المجمع المقدس ابن الكنيسة البار معالي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للبطريركية الدكتور كامل أبو جابر الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة امتلأت بالعمل والإنجاز المثمر في خدمة وطنه الأردن وكنيسته الأرثوذكسية. وتقدمت البطريركية من عائلة المرحوم وأقربائه وأنسبائه بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والأسى لفقدهم رجل وطن عزيز على قلوب الجميع، كما يتقدم مكتب نورسات الأردن بأصدق مشاعر الحزن والمواساة لعائلة الراحل الكبير المفكر والسياسي والأكاديمي أبو جابر. طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد. وكانت فضائية نورسات قد استضافت الدكتور كامل أبو جابر في برنامج قامات وطنية، فإلى هناك. نحن لا ندري شيء عن تركيبة المجتمع العربي، دائما في محاولة بالتوفيق ما بين النقل والعقل، مسألة التدين والتزمت اللي بنشوفه وبنشاهده الآن
في الأردن أو في العالم العربي، يعني هذا شغلة طارئة. كيف سنتمكن من احتواء هذه الدولة اللي اسمها إسرائيل؟ توصف لنا الأردن بأي حالة، وضع سياسي اقتصادي كانت آنذاك؟ بسبب عدم دخولنا قدمت استقالتي. احتفلت رعية سيدة البشارة للاتين في مدينة بيت جالا بفلسطين بعيد أحد العنصرة بحسب التقويم الغربي، وذلك في قداس احتفالي ترأسه الأب سالم حنا كاهن الرعية، وحضور جمع غفير من المؤمنين، حيث تقام لأول مرة قداديس الأحاد بعد الإغلاق الذي استمر لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا. إلى المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. روح الرب ملأ المسكونة وواسع الكل عنده علم كل كلمة، هاللويا. تختتم الكنيسة الزمن الفصحي بعيد العنصرة الذي من خلاله تعيش الكنيسة مجدداً حلول الروح القدس الذي حل على مريم والتلاميذ المجتمعين في العلية. فترأس الأب حنا سالم كاهن رعية سيدة البشارة في بيت جالا قداساً احتفالياً، فامتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين، وخصوصاً أنه أول يوم يقام فيه قداديس الأحد بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا. تعلمنا الكنيسة الأولى أن المسيح الذي مات وقام وصعد إلى السماء وتمجد عن يمين الآب تمم عمله بإضافة الروح القدس على جماعة الرسل يوم العنصرة. اليوم هو عيد العنصرة، وهو الأحد الأول اللي بنفتح فيه فعلاً أبواب الكنيسة لاستقبال المؤمنين بعد ما انغلقت هاي الأبواب لفترة طويلة بسبب جائحة الكورونا. فأول أحد بنحتفل فيه كرعية بحضور الناس والأبواب مفتوحة، وكان لنا النعمة أنه يكون هذا الأحد هو أحد الروح القدس اللي فيه حل الروح القدس على العذراء والرسل وعلى الكنيسة، وانطلقت الكنيسة وفتحت الأبواب وخرجت إلى العالم بأسره. وإن شاء الله يكون هذا بشرى أمل وخير لكل إنسان معذب أو كل إنسان قلق وكل إنسان خائف، ويكون سبب بنعمة الرب والروح القدس لشفاء البشرية جمعاء وبلادنا من وباء وجائحة الكورونا ومن كل مرض جسدي ومرض روحي. عيد العنصرة اللي احتفلنا فيه هو عيد حلول الروح القدس على العذراء والرسل، العيد اللي بذكرنا الرب فيه إنه بحبنا وأنه حاضر معنا بروح القدوس ويرافقنا بروح القدوس، وأنه إحنا جسد المسيح الواحد الذين كلنا نجتمع في يسوع الرأس ويسوع الواحد الغير مقسم والروح القدس الذي يجمعنا الواحد الغير مقسم. وإذا في رسالة كمان لهذا العيد هي رسالة أنه كلنا نجتمع في محبة يسوع المسيح لنكون الجسد الواحد الذي يشهد للمسيح في هذا العالم من خلال قولنا وعملنا، نكون شهود الكلمة، شهود الروح، وشهود يبعكسوا صورة الكنيسة اللي هي صورة يسوع المنظور في هذا العالم. يسوع قال أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم وأنتم الخميرة في العجين، والروح القدس هو اللي بيساعدنا نكون فعلا هذا النور ونكون هذا الملح ونكون هذه الخميرة. اليوم بنحتفل في عيد العنصرة عيد حلول الروح القدس على العذراء والرسل، وتزامن عيد العنصرة السنة أو في هذه الفترة إنه فتحت أبواب الكنائس وقدرنا إنه نحتفل مع كل الرعية، لأنه كنا نصلي من بيوتنا في زمن جائحة الكورونا. وبنشكر ربنا وبنشكر نورسات على هذه اللقاءات وعلى متابعتنا. طبعا اليوم أحد العنصرة هو أحد قداس احتفالي بنحتفل فيه مع الرعية.
هذا القداس كان مميز غير عن كل القداديس بسبب الكورونا. طبعا احنا من اسبوع فتحت عندنا الكنيسة وهذا كان اول احد وامتلأنا فيه من نعمة ربنا ونعمة الروح القدس اللي برافقنا واللي خلى الكنيسة تفتح في فلسطين وفي الأردن، وإن شاء الله عما قريب تفتح في كل العالم وبكون للجميع خير ونعمة. فيسوع القائم من بين الأموات والذي صعد إلى السماء أرسل روحه إلى الكنيسة لتعيش العنصرة من جديد، كي يتمكن كل مسيحي من مشاركته حياته الإلهية ويصبح شاهداً حقيقياً له في العالم. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يدعونا لأن نكون مستعدين لاستقبال كلمة الله وتنفيذها. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر تعليمات جديدة قبيل فتح الكنائس. زيارة رعوية للمطران خريستوفوروس إلى محافظة الكرك. البطريركية الأرثوذكسية تنعى ابنها البار الدكتور كامل أبو جابر. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.